أهلا بكم في حلقة اليوم. نحاول قراءة المشهد الجزائري بعد نتائج التشريعيات. نتوقف عند أبعادي ودلالاتي ودروسي وعباري نتائج الانتخابات البرلمانية في الجزائر التي جرت الخميس الماضي والتي أعلن المجلس الدستوري الجزائري أمس عن نتائجها النهائية، والتي جرت هذه الانتخابات مثل ما أشرنا جرت الخميس الماضي. وإعلان المجلس الدستوري لنتائجها النهائية جاء دون تغيير كبير في النتائج الأولية التي أعلنتها وزارة الداخلية الجمعة الماضي، ما عدا إضافة ثلاثة مقاعد لحزب السلطة الثاني التجمع الوطني الديمقراطي ليصل إلى 100 نائب، والمفارقة تجريد المقعد الوحيد من حزب الأفنة الذي رأسه موسى تواتي والذي كان أعلن إضرابا عن الطعام احتجاجا على ما أسماه تزوير الانتخابات. اللافت أن المجلس الدستوري خفض نسبة المشاركة إلى 35% بدل 37% التي أعلنتها وزارة الداخلية. ما تخافش هدر هدر ما تخافش هدر 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 الله لا لا ما تخافش ما تخافش ما تخافش ما تخافش مشاهد مثل ما كنا نتابع لشبهات تزوير شابة هذه الانتخابات في الجزائر وتضخيم من نسبة المشاركة. لمناقشة هذا المشهد، لقراءة هذا المشهد الجزائري بعد التشريعيات، معنا بداية عبر الهاتف من الجزائر موسى تواتي رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية الأفنة. موسى تواتي، هل ما زلت مضربا على الطعام وكيف تعلق على تجريد حزبكم من المقعد الوحيد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحن ما زلنا في الطعام ريثما نصل الى وجود حل لهذا عن طريق اراده الشعب وليس الاخرى. سوف نقدم طعامنا لدى المجلس الدستوري بالأدلة لإلغاء هذه الانتخابات، ولا سيما البصمة التي لا علاقة لها هذا هو الدليل القاطع بأن هذه الانتخابات هي انتخابات مزورة وأنها انتخابات مختلسي هذه الانتخابات، وسوف نقوم بذلك ولنا الأدلة الكافية وضع هذا الملف امام المجلس الدستوري مطالبين اياه بفتح تحقيق ومقارنات للبصمات الموجوده التي ينص عليها القانون العضوي للانتخابات صراحه. فهذا هو مطلبنا، ومن هذا المنطلق سوف ننطلق في المحاوله
للظفر بحقنا في هذه الانتخابات. نحن حزب المعارض سلطت علينا عدة اتهامات وسلطت علينا الإقصاء والتهميش من طرف النظام، هذا شيء طبيعي بالنسبة لي، ولكن لا يمكن أن يكون هذا الإقصاء أحد ولا طيب. سي موسى تمتي لا نسمعك بشكل واضح، سيحاول الزملاء العودة إليك. ينضم إلينا في النقاش إسماعيل سعيداني نائب رئيس حزب جيل جديد عبر خدمة سكايب. إسماعيل سعيداني، دعوتم إلى مقاطعة هذه الانتخابات، كيف تقرؤون ما تمخض عنها؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تحية لمشاهدي المغاربية. القراءة الأولية التي نستطيع القول عنها أن هذه الانتخابات جاءت تماما كما كنا نتوقعه نحن في جيل جديد تحديدا وغالبية الشعب الجزائري، حيث أنه أكثر من 80% من الجزائريين يعني عبروا عن غضبهم وعن رفضهم لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية وسياسة فخامة رئيس الجمهورية والأحزاب الموالية له، وكذلك الأحزاب التي كانت تنطوي تحت قبة مظفران والتي يعني كلها هرولت لدعم هذا النظام الذي كان يعني يحتضر. فبدل من أن يعني تنسحب من هذه المهزلة الانتخابية، فهذه الأحزاب ذهبت إلى المشاركة في مسرحية استخفافية بالإرادة الشعبية. نحن نقول بأن اليوم لا يحق البكاء عن الأطلال لأي كان. بالأمس القريب وقبل 4 ماي كل الأحزاب مجتمعة، موالاة ومعارضة بين قوسين، كلها كانت تشتمنا، ومنهم من كان يقول فينا أننا حرامية، ومنهم من كان يقول في بأننا يعني لا نحسن السياسة، ومنهم من كان يقول بأن ليست لهم قاعدة، ومنهم من كان يقول بأنهم لن يعرفوا هذا الشعب. ولكن الحقيقة المرة بالنسبة لكل هؤلاء مجتمعين هي أن الشعب الجزائري برمته قال كلمته بالنسبة لمقر. ونحن نعتبر أن ما جرى يوم 4 ماي هو استفتاء لسياسة الرئيس الحالي، وهو استفتاء كما كنا يعني نوده. وإذا كان النظام هذا صراحة يعتبر أن الشعب هو مصدر السلطات، فعليه أن يعي هذا الدرس العظيم، وأن الرئيس يقوم إما بالاستقالة الإرادية أو تطبيق المادة 42 المادة 102 عليه. لماذا؟ لأن الرئيس أثبت يوم الاقتراع تحديدا أنه عاجز تماما حتى عن وضع ظرف داخل الصندوق، وكان استعان بشخصين، أحدهما قاصر والثاني دخل معه المعزل. وهذا بصريح المادة 45 من قانون الانتخابات، يعني يقول بأن النظام بأن الرئيس عاجز تماما عن أداء مهامه. ونقول للمجلس الدستوري الذي خرج علينا يعني بأرقام خيالية، حيث أنه أعطى لحزبي السلطة الآلندي والأفلان أكثر من 1,600,000 صوت، وهذا يعني تضليل، وهذا غير حقيقي، وهذا يعني تدليس للحقائق. لأنه شفنا كيف أن النظام كان مرتبك جدا، وشفنا كيف أنه يوم 4 وزير الداخلية على الساعة الثالثة تحديدا كان أعطى رقما، ثم جاء وهو 15%، ثم جاء في نفس الفترة وفي نفس الزمن وفي نفس اليوم السيد دربال ليعطي رقما مضاعفا ب 36%. في اليوم الثاني يوم الجمعة، حيث قام وزير الداخلية بإقام
ندوة صحفية أعطى فيها يعني يعني رقم يعني مستوى الحضور وهو في 38.25%، وهو كان غلط تماما في الحساب، بحيث أنه لما قمنا بعملية حسابية قلنا ألقينا بأن هذا العدد هو 36.7%. خليك معنا، خليك معنا إسماعيل سعيداني لو سمحت، ابقى معنا. مستويات يعود إليك، يعني هل ما قلت بأنكم ستطعنون وأنه أنكم مستهدفون الآن فلا مستهدف يعوقب؟ لماذا عوقبتم؟ لماذا تعتقدون بأنكم عوقبتم من قبل السلطة وأنكم معارضون يعني كما تقول؟ أظن اليوم الديبلوماسي الحقيقي معارضة المعارضة، وإنما معارضة تصحيح وتصوير شؤون الدولة وحدث الدولة لأصحاب السيادة اللي هو قادم الشعب. فهذا منذ تأسيسنا، ونحن حتى إلى أن تعود إلى صفة الشعب، وبالتالي ماذا يقسم هذه المجموعة الحاكمة بأن تعود إلى إرادة الشعب واجتماع الشعب تحت كل سيادة. وهم بطبيعة الحال يزعج النظام الأنظمة المتعاقدة في الجزائر منذ يومنا هذا. نحن بعد 55 سنة استقرار حد أرى رأي الشعب قد ما عاد هناك محطة. للأسف موسى تواتي لا نسمعك الخط للأسف من المصدر رديء. نشكرك على كل، نشكرك جزيل الشكر، نلقاك ربما في فرصة أخرى، على الأقل ربما وصل ولو جزء قليل من كلامك. نشكرك جزيل الشكر. هابت حناشي مدير صحيفة الحياة ينضم إلينا في النقاش. كيف تقرأ المشهد هابت حناشي بعد هذه الانتخابات التشريعية؟ شكرا، مساء الخير جمال، ومساء الخير لكل ضيوفك الكرام. من وجهة نظري أنا، الانتخابات التشريعية هذه يجب أن نميزها بنقطة واحدة أو نقطة مهمة جدا، هي نسبة المشاركة ونسبة المقاطعة أكثر من أي نقطة أخرى من وجهة نظري. طبعا نقطة ثانية هي أنه اتضح الآن الناخب الجزائري لم يعد يثق في طبقته السياسية سواء السلطة أو المعارضة، وما كان يقوله نائب رئيس حزب جيل جديد مع احترامي له لا يعني أن المقاطعين أو الذين لم يصوتوا هم من أبصار حزب جديد أو طلائع الحريات. الآن بل واضح أنه هذا يبدو لي أنه تيار أصبح عالمي الآن، أنه ناخب أصبح لا يثق في طبقته السياسية. شاهدنا هذا في فرنسا مؤخرا، ونشاهده الآن في الجزائر. حتى الأحزاب الإسلامية يعني خسرت بشكل كبير جدا. الحزبين لدين حافظا على نوعا ما على بعض المقاعد لديهم أو لديهما يعني قاعدة انتخابية كلاسيكية تقليدية، يعني جبهة التحرير والأرندي. ولكن لو لاحظنا أو لو تمعنا في نسبة مثلا الشباب الذين صوتوا لهذه الأحزاب سنجده قليل جدا 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 ويكاد لا يذكر. هذه هي النتيجة الأولية التي يجب أن نستخلصها من هذه الانتخابات. وأنا أتمنى أن تأخذ السلطة، خاصة السلطة، بعين الجد والجدية إلى هذه النقطة، يعني نسبة المقاطعة ونسبة المشاركة، لأنه تقريبا البرلمان سيكون مشروخ ومنقوص الشرعية، لأنه عدد كبير جدا من الجزائريين لم ينتخبوا، وحتى الذين انتخبوا يعني منهم تقريبا 2 مليون أو أقل شوية صوتوا بورقة بيضاء، وهذا يعطي يعني ضربة كبيرة في مصداقية النواب في المجلس الوطني مستقبلا. طيب ابقى معنا هابت حناشي، ما رأيك اسماعيل سعيداني؟ المقاطعة ليست بالضرورة للذين تصويت أو دعم للذين دعوا للمقاطعة مثل ما يقول هابت حناشي. نعم، تحية أولا للأخ هابت حناشي. صحيح ما قاله الأخ هابت حناشي، حنا كنا يعني وجهنا دعوة
لجريدة الحياة المحترمة باش تحضر ندوة صحفية التي قمناها قبل يومين، وقلنا تحديدا في هذه الندوة بأن المقاطعين ليسوا يعني تابعين لجيل جديد أو تابعوا جيل جديد، بل قلنا بأن جيل جديد وكل من رافقنا يعني من شخصيات ومجتمع مدني في الجولات المكوكية التي قمنا بها عبر كثير من الولايات أين حيث تقربنا من المواطنين لندعوهم للمقاطعة، لقينا فيهم أنهم هم من كانت لهم هذا الإحساس أو هذا الموقف، لأنه ليس لنا الحق بأن نقول بأننا نحن أصحاب المقاطعة، لكن نحن فهمنا هذا الشعب ونحن انضمينا إلى الشعب، ولسنا نحن قاطرة هذا الشعب ولكن نحن جزء من هذا الشعب. نحن فهمنا الشعب الجزائري، نحن فهمنا الشباب الجزائري، لأن كما قال الأخ هابت الانتخاب لما ندير تحليل موضوعي لهذه الانتخابات من هم الناس الذين صوتوا؟ أولا الذين صوتوا هي أسلاك المشتركة وهي كانت يعني مضطرة لذلك، وهي تتمثل حوالي بين 700 إلى مليون منتخب. ثانيا هم الكهل، يعني سواء من الرجال أو من النساء الذين فاقوا 65% فما فوق، هذا الجزء من المجتمع هم يصوتون سواء جرت عنهم العادة أو يصوتون لجهة ما، يعني لظروف تاريخية معروفة عند الكهل دون أن يعرفوا الأسباب. أما الجزء الثالث الذين صوتوا هم المناضلين والمحبين والأعراش والمقربين للأحزاب السياسية مجتمعة. ثم هناك كتلة رابعة مهمة جدا لا يجب أن ننساها، هم الناس الذين باعوا ذممهم لأصحاب المال المشبوه وأصحاب المال الفاسد وبارونات المخدرات. طيب خليك معنا إسماعيل سعيدان، الوقت يضغط علينا. أعود إليك هابت حناشي، لأن بقراتك في الذين قرأوا في تراجع الأفلان وتقدم حزب السلطة الثاني الألندي تاريخ كأنه ربما يكرر نفسه بطريقة ليس تماما من 97، وأنه مرتبط بانتخابات الرئاسية المقبلة، وأنه يحيى يتموقع. هل هذا الكلام فيه منطق أم كلام مبالغ فيه مكرر؟ ظهور رئيس بوتفليقة في هذه الانتخابات ربما مؤشر على أن يظهر بطريقة أخرى في 2019 ويرشح حتى لعهدة خامسة، ما رأيك؟ شوف، تقهقر جبهة التحرير الوطني أو خسرتها لبعض المقاعد كان متوقع جدا، متوقع لمجموعة أحزاب. أولا السبب الأول في رأيي هو الخلافات والانقسامات الكبيرة التي وقعت داخل الحزب. النقطة الثانية هو الخطاب أو الحملة الانتخابية السيئة جدا في من وجهة نظر التي قام بها الأمين العام للحزب سيد جمال ولد عباس، يعني وكان أثار كثير من النقاش والجدل سلبي على حملته الانتخابية. ثالثا قضية فساد كبيرة عرفتها جبهة التحرير الوطني، تمثلت خاصة في البداية ببيع وشراء المراكز الانتخابية، ونتج عنها اختيار أشخاص غير مؤهلين وبعضهم غير منتمين منذ فترة طويلة وغير معروفين بأنهم راضين في جبهة التحرير الوطني. هذا أولا. ثانيا الخسارة، خسارة الأفلام تصبت مباشرة لصالح الأرندي، ويجب أن نعترف أنه رغم أن الأرندي أيضا مقرب من السلطة إلا أنه قام بحملة انتخابية أفضل وأنظف، وكان اختيار المناضلين أفضل يعني كيف أنظف؟ ويحيى يهدد الناس يقول لهم يا مت إذا الذي لا يصوت صوتوا لكي لا ترجعوا لسنوات باش ما تحملوش السلاح، أليس هذا فيه تهديد؟ هذا من وجهة نظري لا أنا لا أزكي الحملة، ولكن أنظر مقارنة بجبهة التحرير الوطني الذي خاض في أمور يعني لا علاقة لها بالانتخابات. الآن رغم أنه بعض التجاوزات والتعسف كان أكثر هدوءا وأكثر زلة مقارنة بجمال ولد عباس وليس مقارنة بالوضع المطلق، هذا ما أردت أن أقوله. وبالتالي لما يخسر الأفلان فإن معظم الأصوات تميل الى الأرندي لانهما في اثنين من وعاهم الانتخابي واحد،
هو القدماء او الكبار في السن، وممكن جدا مثل ما قال سي اسماعيل يعني الاسلاك المشتركه وايضا الاداره الى اخره. لكن يجب ان اركز جمال لو سمحت على نقطه، انه رغم وجود بعض محاولات التزوير من طرف في وجهه نظري من طرف اشخاص وليس من طرف المؤسسه، وبدا واضحا انه عدم وجود التزوير انعكس على نتائج الفرنسي وايضا انعكس على نتائج الافلان اللي كان امين العام نتاعو يقول نديوها وربي كبير وندو 220 و230 صوت. المحصله هي انه تقريبا الجميع خسر في هذه الانتخابات اللي فات هم المقاطعين، وهذه النقطه التي ارى انها جديه جدا ويجب ان تاخذ بها الاعتبار. طيب ما الذي تتوقعه يعني هل تتوقع حكومة يعني القراءات جمال لو سمحتي تبقى مختلفة يعني عودة يحيى ممكنة جدا، لأنه الحزب الآن عنده 100 مقعد يعود أو يعود ممكن جدا يعود وممكن أن لا يعود، كما أن الانتخابات ونسبة المقاطعة قد تعطي فرصة لرئيس الدولة ممكن لاتخاذ إجراءات أخرى يعني ليست لها علاقة بنتائج الانتخابات بالنظر إلى نسبة المقاطعة ونسبة المشاركة، والدستور يعطي الحق لرئيس الدولة أن يختار رئيس حكومة بغض النظر عن الأغلبية، ممكن جدا يتم اختيار رئيس حكومة شاب تكنوقراطي، ولا ننسى أن الانتخابات الرئاسية في فرنسا ستؤثر وتلقي بثقلها بشكل واضح على الوضع في الجزائر مستقبلا. إذا أنا لا أستبعد يعني عودة يحيى أو تعيين شخص آخر. طيب. هل تتوقع حكومة دخول حمص مثلا مثل ما تقول صحيفة الخبر اليوم للرئاسة تطلب من حمص دخول الحكومة وأن مقري يبدي رفضه، لكن القرار نهائي بيد المجلس مجلس الشورى، بجرة طبعا يطلق تصريحات يقول من المصلحة الوطنية ويريد الاستوزار بشكل صريح وانقسام داخل حمص مثلا، هل تتوقع هذا أم نعم؟ هناك أيضا خلاف كبير داخل حمص حول هذه النقطة، ونحن اليوم في جريدة الحياة سألنا السيد مسؤولين بحمص عن صحة هذه المعلومة، وقالوا أنهم سيد حمدادوش يعني قال أنه لا علم له بهذه النقطة وأنه هذا الكلام هذا مجرد قراءات ونحن في الانتظار. لكن مشاركة حمص من وجهة نظري يعني ممكنة جدا بدليل أنه جزء كبير من مجلس الشورى مع المشاركة في الانتخابات، يضاف إلى ذلك جناح سيد سلطاني الذي يريد ويسعى وقد قدم خدماته اليوم تقريبا لما قال أنه أنا مستعد لأن أو حمص مستعدة لأن تلعب دورا في الوضع السياسي مستقبلا. ممكن جدا من وجهة نظري أنه الحكومة المقبلة قد تكون مشكلة من عدد كبير من الأحزاب وممكن جدا من غير الأحزاب التي فازت بالانتخابات، لأنه ضعف البرلمان يجب أن يعوض بحكومة قوية جدا يقودها رجل قوي وتتمتع بصلاحيات قوية لتغطية المشكلة السياسية الذي ممكن يخلقه البرلمان. شكرا جزيلا لك هابت حناشي. ما رأيك إسماعيل سعداني في هذه حكومة ربما مفتوحة يقول هابت حناشي على أحزاب أخرى؟ هناك من له قراءة أخرى أنه ربما قد يطرح هذا السيناريو ليس لسواد عيون هذه الأحزاب إنما للسلطة، ليس هناك أموال، تريد توريط عدد أكبر من الأحزاب ومن السياسيين في لكي تظهرهم أمام الجزائريين، ليس هناك أموال وربما توريطهم في إدارة شؤون البلد يعني. ما رأيكم؟ أعتقد أنه أول درس للرئيس تحديدا هو أن الشعب الجزائري قال كلمته إزاء البرنامج الذي يعني طرح في هذه الحملة الانتخابية. كل الأحزاب أقولها وأكررها أحزاب موالاة أو معارضة كانت يعني أينما تحل كانت يعني تضع وراءها صورة الرئيس وتتغنى ببرنامج الرئيس. أقولها صراحة هذا البرنامج برنامج الرئيس الذي لا نرى له أثر، وخير دليل في ذلك أن كلام سلال يعني
المتواثر والمتناقض مع بعضه البعض في 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 مدينه في ولايه يقول شيء ثم يقول نقضه في ولايه اخرى يقول باننا سنكمل يعني مشروع بناء ملايين السكنات، ثم ياتي لولايه اخرى يقول لا البرامج يجب توقيفها. الحكومات المتعاقبه منذ مجيء السيد بوتفليقه هي تخدم هكذا دون برنامج ودون خارطة طريق، تخدم هكذا حسب اهواء وحسب اوامر صاحب البلاط. اليوم الرئيس غائب تماما والحكومه فيها فوضى عارمه، الوزراء كل وزير بمملكته، لا وزير اول ولا وزير صناعه ولا وزير اقتصاد ولا وزير ماليه، هناك فوضى عارمه. والرساله التي بعث بها المواطن الذكي الذي قال لهذا النظام، الذي قال لهذا الحكومه، الذي قال لبرنامج فخامه الرئيس الجمهوريه، نحن لسنا مستعدين لمرافقتكم. خليك معنا اسماعيل سعيداني لو سمحت، ابقى معنا. محمد بولحية رئيس الحركة الإصلاح السابق ينضم إلينا في النقاش. محمد بولحية، ما قراءتك لهذا المشهد الجزائري مع نتائج الانتخابات التشريعية بكل الجدل الذي تثيره؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى. وعليكم السلام ورحمة الله. وبعد هذه الانتخابات هي عبارة عن مهزلة بمعنى الكلمة، لأن الانتخابات تجري في أوروبا، تلك هي الانتخابات. أما هنا عندنا فكما ذكرت لك هي مهزلة والنتائج متوقعة، ولكن ليست بهذه النتيجة التي حققتها الموالاة ومن لف حولها. إذن أحزاب حديثة الوجود هازت بما قاعدة فاقت كل التوقعات، والنظام وضع استراتيجية سيدخل هذه الأحزاب في الحكومة، نقص شوية لجبهة التحرير وزاد شوية للألم بي، وأدخل بعض الذين هم تحت برنوس السلطة أدخلهم وأعطاهم كل هذه النتائج كي يستعملهم كما أشار بعض الإخوة حتى يورط الجميع في في في, في الفساد. والغريب أنا أتساءل كيف تحصل أحزاب السلطة على كل هذه المقاعد؟ وأقول إما أن الشعب الجزائري هذا شعب جاهل لا يفهم وبذلك ينتخب على جلابيه، وإما أنه سادي يحب معذبيه الذين يظلمونه ويأخذون ثرواته ويبذلون ذاك اليمين وذاك الشمال، وإما أن الانتخابات مزورة. إذا هذه ثلاث احتمالات، ما كانش احتمال واحد آخر. طيب، ولكن هذه الانتخابات رأسها الهيئة المشرفة عليها رأسها يعني شخص إسلامي يؤمن بالله وبعدم التزوير ومن غشنا ليس منا، ليس كذلك يعني، ومن نفس الحركة، من نفس يعني نفس الاتجاه، وكنتم أعتقد في نفس التيار يعني في فترة في النهضة. والله هذا ارتضع من لباني السلطة، ومن ارتضع من لباني السلطة سيحلب في إنائها، هذا أولا. وثانيا أن هذه اللجنة لجنة شكلية، إذا أرادت الحكومة أن تقيم انتخابات حرة ونزيهة يجب أن تشكل لجنة ذات سيادة تبدأ من بداية الانتخابات إلى نهايتها. أما أن تبقي الداخلية هي التي تشرف على هذه الانتخابات وهي التي تعلن نتائجها وتبقى يعني تقريبا أكثر من 20 ساعة باش تعلن النتائج. الانتخابات في أوروبا بعد ساعتين من انتهاء الانتخاب تعلن النتائج، أما عندنا هنا فهم يبقون كل هذه المدة ليجعلوا مخرجا لهذه الانتخابات ويزيدون في 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 في, في أعداد الناخبين وما إلى ذلك. إذا حتى لو كان هذا الشخص إسلاميا فكما قلت ارتضع لبان السلطة، وثانيا أنه ليس له سلطة كاملة
في مراقبة الانتخابات والإشراف عليها. شكرا جزيلا لك محمد بلحية رئيس حركة الإصلاح سابقا، شكرا جزيلا لك. إسماعيل سعيداني، كنت تقول تنتقد الذين شاركوا، من الذين شاركوا حركة حمص برغم الانتقادات والاتهامات للسلطة بالتزوير، ولكنه كذلك مقري كذلك انتقد المقاطعين وقال هم الذين ساهموا في إطالة عمر النظام بعدم المشاركة. يعني أنتم ساهمتم في إطالة عمر هذا النظام مثلا. إسماعيل سعيداني؟ نعم نعم. أرجو أنك سمعتني. أسمع السؤال. كنت أقول بأنه كنتم تلومون من شارك في هذه الانتخابات من الأحزاب. حمص عبد الرزاق مقري يقول بأنه بالعكس الذين قطعوا الانتخابات هم الذين يلامون وهم الذين ساهموا في إطالة عمر النظام. والله كلام يعني مردود على صاحبي، لأنه السيد مقري قال قبل يعني قبل بضعة أيام من انطلاق الانتخابات، قال نحن سنفوز بهذه الانتخابات سواء شارك المواطنون بقوة أو لم يشاركوا بقوة. معنى هذا أن هو كان يعني له ضمانات، إما له ضمانات وإما كانت له قواعد، كان يعتقد بأن كانت له قواعد قوية في المجتمع. لكن الدرس الذي أخذه كل من شارك في هذه الانتخابات هو درس قوي، ويجب عليهم استيعاب هذا الدرس. نحن نقول بأنه لسنا نحن من دعا لهذه المقاطعة، نحن كحزب سياسي نتحمل مسؤوليتنا أمام التاريخ ونتحمل مسؤوليتنا أمام الشعب الجزائري. لكن من قاطعه هي أغلب الشعب، هي الغالبية العظمى لهذا الشعب، هي 18 مليون جزائري قالت لا لهذا النظام، قالت لا لهذا العبثية السياسية، قالت لا لهذه الأحزاب التي اليوم هي في المعارضة وغدا في الموالاة، بدليل أنه حمص بالرغم أنها أخذت يعني رقم قليل جدا 33 مقعد، إلا أننا نشوف هناك تجاذبات. هناك من يقول سنشارك في هذا مع هذا الحكم الفاسد، ثم منهم من يقول لا، وهو تمويه فقط. أبو جرى سلطاني والسيد سعيدي قال الإيديولوجية حماس هي المشاركة، لا يعنيهم العمل السياسي، ولا يعنيهم الشعب الجزائري، ولا تعنيهم المعاناة. هم يريدون فقط أخذ ولو حتى كان فتاة. نقولها صراحة، نحن لم نخدع المعارضة، نحن كنا مؤمنين ونحن كنا منسجمين مع أرضية مظفر التي طرحت يعني قضايا جوهرية، طرحت ثلاث قضايا جوهرية. أولا مفاوضات بين المعارضة وبين النظام وهذا لم يحدث. طرحت ثانيا دستور توافقي بين المعارضة وكل أطياف المجتمع بكل أطياف السياسية والاجتماعية وهذا لم يحدث. طرحت إشكالية ثالثة هي هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات وهذا لم يحدث. وبالرغم من هذا كله وبالرغم من أن النظام أصم أذنيه وغلق عينيه على هذا وعطى بظهره لهذه المعارضة ومنهم حماس على وجه التحديد لأنها طيب. تعتقد بأنها حزب قوي وأن لها قواعد قوية. اليوم هذه الناس لا يلومون إلا أنفسهم. طيب خليك معنا كمان إسماعيل سعيداني لو سمحت، ينضم إلينا في النقاش من الجزائر وعمر السعودي البرلماني عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الأرسيدي. سيد سعودي، ما قراءتكم، ما تعليقكم على نتائج هذه الانتخابات؟ الار سي دي حصلتم على 9 مقاعد، 65,841 صوت، هل هذا في مستوى تطلعات الار سي دي ام ماذا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اولا احنا كحزب قبل ما نروح الانتخابات هذه قلنا اقترحنا على الشعب المعارضة باش نقطعوا الجماعيين، باسكو على بالنا بالانتخابات هذه مش يعني حل الأزمة اللي تعيشها البلاد. ومجموعة احنا بالنسبة لنا مش غريب هذا لي تو بارتيسيباسيون هذا كي ترفع
وثاني لا مانيبيلاسيون ديال الريزولتا مش غريبه يعني ماشي اليوم اللي رانا زعما اون ديكوفر لا فرود اون ديكوفر لي طود دابستونسيون يعني كي سون تري فور توت لي زيليكسيون يعني اون بارتيكولي تاع لي بريزيدونسيال لي طود دو بارتيسيباسيون تي كونزلي دونك المشكل مش هذا المشكل سيك لوبوزيسيون ما قدرتش يعني تواجه سلميا avec une position commune هذا النظام و الريزلت يعني النتيجه هذه هي يعني هي الاليكسيون اليوم يعني ما حد ما على باليش الا كاين احزاب يعني ينتظروا مشاركه حنا ما كناش ننتظروا مشاركه اون ميم طون تفرض علينا برسك لا بارتيسيباسيون قطعنا 2012 وحدنا دونك ما نقدروش نعاودوا نقطعوا نوتر فوا برسك ما نقدروش ما نجيبوش نتيجه للبلاد قلنا الفو اي بي كي ان بويكوت كوليكتيف دونك دون سي زيليكسيون احنا ما قدمناش 48 ليست و زعما بور مونتري كو بارتي اكزيست هذا ما هذا ما يعني تغليط انا في بوكو دو بارتي دخلوا في هذا في هذه اللعبه هذه زعما 38 ليست 40 ليست 50 احنا هنا الو نعم سي سعودي ندمتوا المشاركه في هذه الانتخابات؟ احنا قدمنا شوف احنا ونا بريزونتي 9 ليست ونا بريزونتي 9 ليست قلنا نشاركوا في هذه الانتخابات دون لي زوندر وين اولا كاين منافسين نقدر نرشحوهم ثانيا نقدروا نراقبوا هذا ما كان مش يعني بور نو سي با اون كومبيتيسيون الكترون باش نديروا ثوره في هذا البرلمان والبرلمان هذا مش مختلف على البرلمان السابق سي ان بارلمون كي ما لي لو كي ما تاع 97 كي ما تاع 2002 كي ما يعني ما يا با دو كي شوز نوفو مش حاجه جديده يعني باش نديروا مثلا دجا مثلا على التوت بارتيسيباسيون كي اي تي توجور تي مانيبولي اي ني جامي بارتيسيباسيون من كاتا لا سول يعني الانتخابات الواحد اللي فيهم يعني بارتيسيباسيون سي تاع 91 باسكو كاين نقاش لا تيليفزيون اوفر لاخر les médias publics ont ouvert donc il y a une participation parce que ça la participation المشاركه بين الاحزاب مشاركه في منطقه القبائل اليس المشاركه الضعيفه في منطقه القبائل برغم مشاركه الار سي دي والاف اف اس كذلك رساله هذا يعني ميساج للار سي دي والاف اف اس كذلك هذه رساله عندك الحق مثلا المشاركه في منطقه القبائل كانت ضعيفه جدا كما تقول نوافق معك malgré la participation de l'FFC ou de l'RCD, je pense que je suis de l'FFC ou de l'RCD. Mais ça, il interpelle profondément yani les partis politiques, la conscience nationale, où c'est une participation très faible. Mais comme je le dis, le chef de l'État, à chaque élection, il n'y a pas de problème. دونك لي فرود ريكورونت هذيك سي نورمال ومن بعد ابري دون كاين مشاركه قليله ومن بعد ضعيفه ومن بعد سافالي يعني اوبير وهذا جو بونس انتربيل تو لي باتريوت تو لي سيتويان باش نلقاو حل وما شفتش الحل يكون في الانتخابات وهذا قلناه ما جراناش اوهام ما قلناش باللي الانتخابات هذيك مثلا دير تحل المشكل تاع لا ليجيتيميتي ولا نسترجعوا مثلا السياده الوطنيه البروغرام تاعنا يعني نشرناه ولا تيفيجي كاع اللي قراوه وبوفيدير ما كاش يعني ما جرناش اوهام ولكن نوتر بارتيسيباسيون شرحناها طيب خليك معنا سي عمر سعودي يبقى معنا ينضم الينا في النقاش من الجزائر حسن عريبي البرلماني عن اتحاد من اجل النهضه والعداله والبناء. حسن عريبي ما تعليقك؟ اي مشهد جزائري
بعد أي انتخابات تشريعية. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد في ظل هذا النظام المتعفن الذي هو فاقد للشرعية والمشروعية، لا مستقبل للجزائر في ظل ما هو موجود. ذلك أن النظام الذي يتفنن في الانقلابات على إرادة الشعب الجزائري لا يمكن له أن نثق فيه ولا يمكن له أن يصمد، لأن الشعب الجزائري هذه المرة صفع هذا النظام وهو بمثابة عصيان مدني، حيث قاطع الانتخابات ووزير الداخلية الذي أعلن النتائج تهرب من العدد الحقيقي الذي عبر عنه أقلية الشعب الجزائري في هذه الانتخابات. ذلك أن وزير الداخلية حينما يتكلم ويضخم النسبة وكأننا عايشين في القرن في القرون الوسطى قرون الجاهلية، فهو بذلك يريد أن يوهم الشعب الجزائري من أن هذا البرلمان هو برلمان شرعي، ولكن في الحقيقة هو برلمان طيب سيكون أغلبيته وخاصة الأغلبية الوهمية يكون برلمان لا يعبر عن إرادة الأمة الحقيقية، لأن الأمة الجزائرية وأغلبيتها مجتمعة هي من قاطعت هذه الانتخابات وهي من صفعت هذا النظام وتزال تصفعه حتى يزول هذا النظام. ولكن ألم يكن هذا نفس الخطاب؟ ألم يقل نفس الخطاب في 2012؟ نفس الخطاب قلتوه في 2012 بعد اتهامات للسلطة بالتزوير، ثم عدتم وشاركتم في نفس الانتخابات التشريعية في 2017. نحن في 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 الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، أردنا هذه المرة أن نشارك من أجل أن نكون إضافة إيجابية للدولة الجزائرية وإضافة إيجابية في تقديم الخدمات للشعب الجزائري. لكن للأسف الشديد أن النظام الجزائري لا يزال في غيه مستمر، ولذلك أنا أرجع إليك وأقول لك، لماذا وزير الداخلية لم يعلن عن عدد الأصوات الملغاة؟ ولماذا لم يعلن عن عدد الأصوات التي تحصلت عليها أحزاب الموالاة؟ لأن هناك فضيحة أخلاقية حقيقية تبقى تلاحق كل من أشرف على هذه الانتخابات إلى يوم الدين. طيب، ولكن ماذا لو عرضت عليكم السلطة حكومة ائتلافية؟ هل ستقبلون؟ لو يعود لي الأمر لا يمكن أن أشارك في حكومة لم تكن هي فعلا حكومة معبر عنها من قبل الشعب الجزائري. أما إذا عاد الأمر إلى مؤسسات الاتحاد فهذا الأمر يفوق إرادتي ويفوق قراري. شكرا جزيلا لك حسن عريبي البرلماني عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء. عود إلى سيد عمر سعودي. سيد سعودي، لو عرضت عليكم السلطة المشاركة في حصل ما حصل في هذه الانتخابات، المشاركة في حكومة ائتلافية مثل ما حدث في السابق، الأرشيدي شارك في حكومات سابقة في حكم بوتفليقة، هل ستشاركون أم سترفضون؟ هذا السؤال جاوبنا الرئيس الحزب جاوب عليه يعني عدة مرات، قلنا باللي اللي عنده أغلبية يحكم، احنا ما نشاركوش في أي حكومة يعني بارابور على السيتيون هذه. ولكن الشرط على 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 لا بارتيسيباسيون تاع الارشيدي دو الارشيدي بارتيسيبي اون سول فوا en 2001 ou en 2000 il a participé à un maqal
وعلاش الى بارتيسيتي؟ الى بارتيسيتي على نقطتين، اولا لا ريفورم دو ليكول، ثانيا لا ريفورم دو جوستيس. وهذا كان اعلانيا، كاين مقال دو كونسي ناسيونال وهذا موجود تقدر تطلع عليه. طيب والخروج تاعنا من اسمح لي نو باسكو تفضل 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 نعم تفضل من الحكومه على بالك. وعلاش؟ اولا هذه النقطه لي دو بوين هذو ما كانوش يعني ايزو تي ابوندوني. دوزيامون الاحداث تاع منطقه القبائل و سي لا سول بارتيسيباسيون تاع لي ار سي دي سي اون بارتيسيباسيون سي لو بريز دا ناكور سور دو بوين. هذا ما كان سينو انا جامي بارتيسيبي. طيب من شارك من دخل احنا شوف لو كان عندنا اغلبيه حنا نشكلوا حكومه باش نروحوا بور ترانزيسيون ديموكراتيك باش بور اون كون فيريتابل كونسلتاسيون بوبولار باش بور ريغلي لو بروبليم دو ليجيتيميتي. دونك ميم لو كان عندنا اون ماجوريتي سي با بور جيري سي بور اورغانيزي دو فيريتابل اليكسيون وكيما يقولوا باش السياده ترجع للشعب. Par contre, ce postulat, il est impossible d'envisager une participation TANA à un gouvernement illégitime parce qu'il est issu d'élections entachées de fraude, Charm Massowatch, etc. Donc, سؤال أخير سيد سعودي. ما تاريخ من شارك ومن كما وزيرا عن الار سي دي ثم انشق على الار سي دي عمار بن يونس واسس الان حركه يقول الذي يعترض على نزاهه الانتخابات في التشريعيه يجب عليه ان ينسحب، يقبل بالنتائج او ينسحب من البرلمان. ما تاريخ؟ ما مش ما عندي حتى تاريخ. حنا قبل ما ندخلوا الانتخابات قلنا باللي الانتخابات تكون مزوره. دوزيامون أنا دي أول لا كومبان إلكتورال تسمح لنا باش نخاطبوا الشعب، سي سكو أون أفي، إي نو تونتون دو كونكيري أون تريبيون أ لا بان باش نزيدوا نخاطبوا الشعب، وهذا هو الرول تاعنا في هذا الوقت. دونك هذا سي دي بروفوكاسيون على كل حال، مش يعني لا سفر بروفوكاسيون. وكاين واحد اخرى انت اللي كي بروفوك هذا، ولكن ما نقول لك ما عندي حتى تعليق واحد اخر. طيب هل تعليق، هل يمكن ان تعلق على امكانيه ان تلتقي المعارضه مره اخرى بعد هذه الانتخابات مزافرون جديد مثلا؟ اي شوف انا نظن اكزاكتومون يعني المعارضه لازم تلتقى، هو كيسوا المعارضه اللي عندها يعني ريبريزونتاسيون في البرلمان ولا المعارضه اللي قطعت. جو بونس بلادنا الى بزوان دون ترانزيسيون. شكرا جزيلا لك. واسمع لي كي سوا سو كي سون بارلمون ولا هم خارج البرلمان اللي عندهم هدف واحد المفروض يتلاقاو. شكرا جزيلا لك وعمر سعودي البرلماني عن الار سي دي. اسماعيل سعيداني عاد الينا. اسماعيل سعيداني ما تعليقك؟ حدث ما حدث في هذه الانتخابات، شارك من شارك وقاطع من قاطع، هل هناك إمكانية لتلتقي المعارضة من جديد مزفرا جديد مثلا؟ فيما يخص جماعة مزفران أعتقد رمعاني هو كان فاصل لدين لدي جماعتين. جماعة احتفلت في أحضان النظام هو يعني أعطته المصداقية وأعطته روح جديد، ومجموعة أخرى ولو كانت قليلة هو جيل جديد الذي نادى بالمقاطعة وطلع الحرية التي يعني لم تنادى بالمقاطعة ولكنها انسحبت من لم تشارك في الانتخابات. أعتقد أنه فيما يخصنا نحن جيل جديد، اعتقد ان هيئه التشاور والمتابعه او ما يسمى بجماعه مظاهرات انتهت تماما. نعم نحن نفكر في فضاء للمعارضه فضاء جديد بعيدا عن الاحزاب السياسيه التي ليست لها مبادئ واضحه. لانه لماذا نقول ذلك؟ لان النظام
لو المعارضة اجتمعت كان كتلة واحدة موحدة وقاطعت هذه الانتخابات يعني ماذا كان طيب لكن الارشيدي السعودي النائب عن الارشيدي كان يقول انه الارشيدي كان يريد مقاطعة كل الاحزاب ولكن اتضح انه البعض كان له اجندته الخاصة لهذا شارك الارشيدي العبرة بالفعل الارشيدي وانا شاهد عن ذلك قالها محسن بن عباس في احدى اجتماعاتنا قال الارشيدي يعني متعود على مقاطعة الانتخابات والمقاطعة لا تخيب لها لكن للتاريخ ومن كان يطالب بناصف واحد من هذه الاستحقاقات هو جيل جديد ولكن طيب. كل الاحزاب السياسيه التي كانت هناك كانت تعارض هذا المسعى اليوم نقول بانه السياسه المتهجمه وكل من شارك في هذه الانتخابات يتحمل المسؤوليه التاريخيه انه اعطى عرضون وفك على ضيار لهذا النظام طيب بلغه الاطباء النظام كان يحتضر ومن دخل فاعطاه الدم شكرا جزيلا لك اسماعيل سعيداني للاسف الوقت ادركنا اسماعيل سعيداني نائب رئيس حزب جيل جديد الى هنا ناتي الى نهايه هذه الحلقه شكرا على حسن المتابعه والى اللقاء